وصلنا لأولى محطاتنا عفاف، واليوم رح نحكي عن طبعاً بمحطتنا الطبية عن الإنتانات البولية، وهي من خلينا نقول الأمراض اللي بتصيب كتير إن كان السيدات أو الرجال، وبتأدي أيضاً لمضاعفات وتداخلات عديدة حسب حالة المريض وتشخيصه. حتى نتعرف أكثر عن الإنتانات البولية، أسبابها وطرق علاجها وغيرها من التفاصيل، بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم بالاستوديو الدكتور بشار يارد، وهو اختصاصي بأمراض وزراعة الكلى وأيضاً علاج وارتفاع الضغط الشرياني. صباح الخير دكتور، ينعاد عليك. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. وكل شعبنا بخير ان شاء الله. صباح الخير دكتور، ينعاد عليك. كل خير يا رب. خلينا بداية دكتور نعرف للمشاهدين شو هو النتان، وقت نحن بنقول نتان او انتان بولي وشو هي اسبابه؟ هلا الانتان بشكل عام هو وجود جراثيم بامكنه ما لازم تتواجد فيها. يعني جسم الطبيعي فيه بنسميه نحن الفلورا احيانا. يعني مثلا في جراثيم عصيات كولونيه عايشه بالامعاء، في جراثيم عايشه بالبلعوم، فهي موجوده غير ممرضه، بس اذا توجهت لاماكن غير اماكن تواجد الطبيعي بيصير عندنا شيء انتانات. مثلا لما مكورات الكولونيه بتروح على المثانة او على الاحليل او على الجهاز البول بيصير عندنا شيء اسمه انتان بولي. يعني هو بالحالة العادية البول سائل عقيم، يعني هو السائل اللي بتفرزه الكلية لتطرحه، بس اللي بيصير في التهاب بالأنسجة اللي بمر فيها البول اعتبارا من الكلية للحويضة للحالب للمثانة. لما بصير في التهاب بهي الأنسجة نحن بنستدل عليه بفحص بول انه في عنا بصير كريات بيض كريات حمر، وفي أعراض إنتانية بصير مريض عنده حرقة بول، بحس كل شوي بده يفوت على التواليت، بحس حتى إذا فات ما فضة بسميه زحير بولي وهكذا، وفي ناس ألم أسفل البطن، في ناس بصير شوف شقف دم. إحنا بننبسط إذا شافوا شقف دم ما بنزعل. ليه؟ الدليل إنه الإنتان سفلي مو علوي مو بالكلية، لأنه دم الكلية لا يتخسر فمنخاف منه دم الكلية وهكذا. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم عن طريقة التشخيص اللي بيختلف فيها كتير ناس. نحن بنعرف انه بنعمل تحليل بول وبنعمل تحليل دم، اذا شفنا مؤشر فيه التهابي سي ار بي او سي بي سي بنعمل تحليل بول، فبالتالي بيبين عنا انه مريض عنده التهاب. خلينا بس نعرف الناس بشكل عام، اكثر الناس العرضة او الاصابة بهذا الانتانات، هل في اعمار محددة او في خلينا نقول امراض ايضا بتأهب الاصابة بالانتانات البولية؟ هلا الشق الاول من السؤال انه في امراض، نحن في الانتان البولي دائما يقسم الى قسمين، انتان مختلط وانتان غير مختلط. يعني انتان مختلط بمعنى بيصيب ناس عندها افات سابقه مثل السكري، بروستات، انتانات مزمنه قديمه، وناس ما معها شيء بيصير عندها انتان بولي، بنسميها الانتانات الغير المختلطه يعني او البسيطه. هلا الشق الثاني من السؤال كيف بنشخص الانتان البولي؟ حتى نشخص الانتان البولي نحن بنقسمه ل جغرافيا يعني او تشريحيا، عندنا الانتان البولي بالكليه بالذات، عندنا بالحويضه، عندنا بالحالب، عندنا بالمثانه، واخر شيء الاحليل. كل منطقه من هذول لهم مؤشرات خاصه. مثلا بالكليه دائما في عندنا قشعريره، في ارتفاع حراره، في سوء حاله عامه، في الام ظهر، فبتكون صورة كتير مأساوية. ومن حسن الحظ أنه الإنتانات بالكلية اللي بنسميها التهاب حويضة وكلية نادرة وقليلة، هي بنخاف منها بس عند الحوامل وعند كبار السن وعند المدنفين مناعتهم ضعيفة. من حسن الحظ أنه الإنتانات كلها بتجي من الحويضة والحالب والمثانة، اللي هون بتتظاهر ألم سفل البطن، تعدد بيلات، زحير بولي، وهن عام، تعب، هالقصص هي. كيف بنشخصها هلا؟ هي سريريا، مخبريا كيف بنشخصها؟ نحن دائما بنقول لازم وقتنا ندور على انتان بولي بدنا نعمل فحص بول وراثي، بنعمل زرع بول، ما بصير نعمل زرع بول بدون فحص ولا فحص بول بدون زرع، هذا الخطا الشائع. بدنا نعمل مثل ما قلتي حضرتك ما شاء الله مطلعه على الموضوع، سي بي سي يعني تعداد بيض وصيغه وخضاب وسي ار بي وسرعه تسفل، كل هاي مؤشرات بتدل على وجود الانتان البولي وبتوجهك لمكان كمان الانتان البولي. مثلا اذا كان عندنا انتان مثاني او التهاب مثاني ما راح نشوف لا سي ار بي عالي ولا حنشوف تعداد بيض وصيغه عالي، بس لما في عندنا مظاهر لانتان بالكليه بالجهاز البولي مع سي ار بي عالي مع تعداد بيض وصيغه يعني كريات بيض عاليه، هذا المؤشر انه الانتان علوي يعني صايب انسجه الكليه.
وبيختلف طبعا بيختلف المعالجه. هلا اذا بتحبوه بس بعد شوي خلينا دكتور، في اشخاص بيصير عندهم عجز جسدي بسبب وضع صحي ما، بيضطروا لحتى يقعدوا بالفرشه، فهون اكيد بدهم يضطروا انهم يحطوا قسطره بوليه. قد ايه اهميه او تلعب دور كبير القسطره البوليه باحداث الانتان البولي؟ هلا في كثير حالات يعني الحقيقه بنضطر نحن يكون في قسطره بوليه. مثلا مريض قصور كلوي حاد، انا ما بعرف شو ببول، وما فيني استنى المريض لكل 3 4 ساعات ليقوم حضرته على التواليت يبول واحس له الكميه. في افات انتانات شديده، في مرضى مقعدين، مريض عنده كسر، مريض عامل تبديل مفصل، فانا مضطر احط قسطره بوليه. هلا الشيء اللي انا بقوله انه اللي بيساوي الانتان مو القسطره البوليه، اللي بيساوي الانتان هو اللي بيحط القسطره البوليه. يجب احترام التعقيم، احترام طريقه العمل، مو هيك دغري جبنا وحطينا قسطره، بدك تعقمي، بدك تحطي شانات، بدك تنتبهي. فالقسطره لما بتنحط بظروف كثير جيده ما بتعمل مشاكل، لانه احيانا احنا بنحطها لانه مضطرين نحطها. وفي قساطر انواع، في قساطر بتقعد كل 10 15 يوم لازم تتبدل، وفي قساطر ممكن تبقى 3 اشهر لتتبدل. اما هي كقسطره يعني كجهاز ما لها اي علاقه، ما بتلعب. اذا حطت القسطره باستطبابها فهي لازم تكون معناتها تنحط. يعني مريض مثل ما قلتي حضرتك مقعد، شو بتعملي؟ او مريض قصور كلوي، انا مفروض كل ساعه اعرف قديش عم يطرح بول، لاقدر اعرف شو بدي اعود سوائل. فهون دائما بننبه انه يجب احترام طرق التعقيم. طرق التعقيم كثير مهم هذا أكيد. الموضوع. طب دكتور بشار، كمان في بعض الامراض اللي هي مؤهبه لهي الاصابه، مثل ما قلنا السكري وايضا سلس البول، اللي هو بيزامن احيانا الناس يكون عندها ضعف بالمثانه او عندها سكري، فممكن تكون هي عرضه لسلس البول، وهو يعني فينا نقول بيأهب للاصابه بالانتانات البوليه. اذا صار هالانتان متكرر بيدخل ضمن شيء اسمه الانتانات المعنده؟ بيختلف طبعا الشيء عن الانتان اللي هو ممكن يمر مع الشخص مره او مرتين. لا، نحن بنميز بين انتان بولي حاد هلا صار معه وتشخص وعولج وطاب، بين انتان بولي كانت معالجته ناقصه وعمل ريكرنس بيعمل انتكاس، وبين الانتان البولي الناكس ريلابسينج، وبين المرضى اللي عندها للاسف افات جهازيه مثل ما ذكرتي حضرتك داء سكري، ذئبه حماميه، نقص مناعه، هذول بيصير دائما عندهم انتانات بوليه لانه عندهم بيله جرثوميه مستمره. هلا هون بدنا ننتبه نعمل دراسه لعضله المثانه، انه لنشوف عند المريضه هي في مثانه عصبيه ان كان من النوع الواهن او من النوع التشنجي، وبدها تتعالج هي القصص، يعني بدها تمشي معالجتها متزامنه مع علاج الانتان البولي، لا يكفي انه بس اعطينا انتيبيوتيك ومشي الحال. المريض عنده بروستات بفوت ببول، ترجع بتعملي له ايكو بتلاقي المثانه ملانه، معناته هذا عم ببول بالافاضه، هو ما عم بفضي المثانه. فكمان هذا معرض لانتانات بوليه مستمره ومعنده على العلاج. ياما بنضطر احيانا لما بصير الانتان البولي متكرر وبياخذ شكل الازمان، ما بيعود الانتيبيوتيك بيصل للنسيج المصاب، فبنصير نحن مضطرين نعمل غسيل للمثانه ونحط مواد معقمه وادويه بقلب المثانه وهكذا، يعني الشغله بتصير معقده. خلينا نتوسع شوي اكثر دكتور بالتفاصيل، بالعوامل المؤديه للانتان البولي. برافو عليكي. هلا بنبلش بالطفوله. الاول شيء بدنا ننفي انه في تشوهات بجهاز البول. في مثلا مريض عنده جزر حالي بمثانه، ربك وقت خلق البني ادم بجهاز البول، البول بينزل من الكليه بروح على المثانه، ما بصير يرجع للمثانه. في دسام هون بنسميه الوصل الحالي بالمثانه، هون اذا في مشكله بصير البول يرجع للمثانه، هذا مؤهب لانتان بولي. المثانات العصبيه الولاديه، الاولاد اللي بيخلقوا عندهم قيله سحائيه كمان معرضين. نطلع للاعمار الاكبر، تشوهات جهاز البول، تضيق وصل حويضي حالي بكليتنا على الفرس اللي بنشوفها، الكليه الحوضيه، هدول عوامل تشريحيه. بنيجي نحن بالممارسه بقى بنصيف الانسان، المراه بسن نشاط تناسلي معرضة أكثر، مريض عنده حصيات معرض أكثر لإنتان بولي، مريض ما تعالج بشكل دقيق كمان هذا عنده قابلية للنكس. فهدول الأمور بدنا نراعيها. هلا نحن بنعاني من مشكلة كمان، إنه نحن بنجي بنجيب هالمريض بنعمل له فحص بول، بنلاقي فيه بيلة جرثومية وكريات، بنروح بنعمل له زرع بول بيطلع سلبي. كمان هون بدنا نبحث بالأمراض الثانية اللي هي ممكن تعمل
بيلة قيحية بدون نحن بنسميها عقيمة، يعني بدنا ننفي انه المريض مو بس الجراثيم بتصيب الانتان، بتعمل انتان بولي. يعني ممكن الكلاميديا وخاصة عند النسوان، ممكن الفطور، السل بيعمل لك بيلة قيحية وبس مع زرع، لأنه نحن الزروع تبعنا كلها بتصير مخابرنا زروع للجراثيم. في عوامل ممرضة كثير ما بتنرصد بالزرع. إذا استخدام المسكنات أحيانا أسبرين بيعمل لك بيلة قيحية عقيمة، فكل هذا بده يندرس قبل ما نوجه المريض توجيهات غير صحيحة. أكيد. طيب دكتور، بما أنه عم نحكي عن خلينا نقول الأسباب والأعراض، مثل ما حضرتك قلت في كتير تفاصيل لازم ندخل فيها ونحدد فيها شو هو نوع الإنتان البولي اللي عم بيعاني منه المريض. خلينا نحكي شوي عن طرق العلاج اللي بتختلف أيضا بين شخص وآخر وبين حالة أخرى، لأنه كتير بنسمع في ناس متى ما عرفت هي المؤشرات اللي عندها تحمل حالة بتروح بتجيب دواء التهاب وبتاخده لوحده، وهذا الشيء بيأثر، لأنه بنعرف أدوية الالتهاب مو كلياتها ممكن يكون مجدية، مو كلياتها ممكن الجسم بيتحسن شوي ممكن يرجع ينتكس بعد شوي. على علاج أي حالة إنتانية بدها تكون يعني شوي علمية ومدروسة. يعني اليوم لأول مرة صار مع مريض إنتان بولي، أوكي أنا ما عندي مشكلة إذا راح أخذ لحاله أنتبيوتي، بس الاختلاف إنه في مدة للعلاج وفي جرعة للعلاج. يعني لا بيصير الجرعة تكون مخربطة أو لا المدة تكون منقوصة. يعني في مدة مثلا إنتان بولي من أسبوع لعشرة أيام بده يتعالج، أسبوع لعشرة أيام، مو بس تحسنت الأعراض بوقف الدواء. هي المشكلة بعد إنتانات البولية بشكل عام لا تعالج بدواء واحد، دائما في مشاركة بده يكون بالإنتان البولي. إنتان البولي متى ما عنا مشكلة كبيرة، فمن الراعي معناته المدة والجرعة وننتبه. هلأ بالإنتانات المتكررة أنا برفض دائما العلاج بدون زرع بول، يعني فحص بول مع زرع بول. ممكن أنا مشان يعني أكسب وقت، أنا اليوم طلبت لك زرع بول بدي 3 أيام لتطلع النتيجة، فأنا ما رح خلي المريض 3 أيام بلا، لأنه بكون حالته صعبة شوي. فأنا ممكن أطلب زرع البول وأقول له للمريض بكرة الصبح بتبلش بهذا الدواء. من خلال الخبرة والممارسة بنعرف شو الأدوية اللي ممكن تفيد. فإذا طلعت زرع البول متناسب مع هذا الدواء كملنا فيه بكون كسبنا 3 أيام، وإذا ما طلع هذا الدواء طلع مقاوم ساعتها بنغير ويا دارك يا دار ما أجاك الشر. طيب اليوم دكتور، يعني رغم كل هاي العوامل اللي بتأثر على صحة المريض وبتسبب له هذا الإنتان، نحن شلون اليوم فينا نعمل طرق وقاية بتساعدنا إنه ما نصاب بهذا المرض أو تخفف أعراضه؟ الوقاية من المرض كثير شغلات لازم نحن بسيطة وكاملة لازم ننتبه لها. مثلا بدنا نعلم الطفل لما يفوت على التواليت من صغره كيف يغسل. بدنا ننتبه لما يفوت سن نشاط جنسي إنه عملية تبول قبل ما يصير جماع وبعد ما يصير جماع لازم يصير في تبول. التنظيف والتغسيل، الابتعاد قدر الإمكان عن المواد المعقمة، الاكتفاء بالمي والصابون. وأنا دائما بقول للمريضة خاصة صابون إدغار لازم تكون بجزدانك، أنا ما بدي معقمة. في شيء ممكن تأذي أكثر ما تفيد. المعقمات كلها مواد كيماوية تركيبية، بيتم الصابون والمي هن أحسن شيء. الشغلة المهمة اللي أنا بلاحظها، بدك تسافري مثلاً الشام لحلب، بتوقفي باستراحة، بتفوتي على الاستراحة، يعني تواليتات بتقرف يعني. صحيح. يعني هدول المراكز لازم تكون يعتنوا بالتواليتات، يعتنوا بالفنادق لازم ينتبهوا على التواليتات، بالأوتيلات، بالمطاعم. يعني أكثر الناس بيجي إنتان بولي من خلال زيارة قامت فيها أو من سفرة قامت فيها أو. فهي كمان بنركز عليها. الشيء المهم كمان تشفاف، نقص السوائل بالجسم بتهيئ لإنتانها، فهي كمان بدنا ننتبه. المرضى اللي عندهم أمراض جهازية مثل السكري، بتعرف السكر إذا ما كان مضبوط بيأثر على مستوى السكر بالدم، بيصير بينطرح السكر بالبول. الجراثيم بتحب هي القصة، بتحب السكر بالبول، بتلاقي بتتكاسى. ومريض السكري خاصة إذا بيكون بدين في صعوبة بالتعامل معه، بتغسيله، بمعالجته، بأدويته. هدول دائما ننصحهم أنه ينتبهوا على هالقضايا هي ويراعوها. أكيد.
طيب دكتور، كمان خلينا نحكي شوية تفاصيل. اليوم العلاج مثل ما حضرتك قلت بيكون لفترات طويلة، وعطيتنا كتير تفاصيل مهمة اليوم. نحن نتشكر حضرتك على كل المعلومات اللي قدمتها، ونتمنى صحة والسلامة أكيد للجميع. شكرا. الله يسلمك. هلا في بس آخر شيء، إنه في إمتحانات بولية للأسف تضطر المريض لدخول المشفى خاصة عند الحوامل، ومدة معالجة قد تستمر حتى 21 يوم، فواحد ما يستهين. أكيد. وما بدنا نحن نصل لمرحلة إصابة أعضاء متعددة، واللي بنسميها بعدين إنتان دم وسيبتيك شوك وسيبتسيميا، ونخسر أكيد ناسنا وأحبابنا. أكيد نتمنى السلامة للجميع، وشكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، والله يرحم الفنان محمد قنوع. الله يرحمه. شكرا لك. صحيح.